بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. إن شاء الله هكمل المحاضرة الأولى، تكملة المحاضرة الأولى. كان الجزء الأول انتهى عند السلايد ده اهي، اللي بتقول solve الانيكواليتي x square plus 4x minus 2 less than or equal 0. طيب طبعا لما قلنا ان الانيكواليتي لما بتيجي في صورة دالة تربيعية بنحاول نحدد الأصفار بتاعتها. طيب الأصفار هيبقى صعب انك انت تحددها هنا عن طريق التحليل، لان ببساطة مش هتلاقي عدد او رقم حاصل، رقمين يعني حاصل ضربهم يديني سالب 2 ومجموعهم يديني موجب 4، صعب. فاذا المقدار ده غير قابل للتحليل. طيب الحل ايه؟ الحل هنستخدم تكنيك تاني اسمه الكومبليتنج سكوير. كومبليتنج سكوير معناها التحليل او استخدام ما يسمى باكمال المربع. يعني ايه اكمال المربع؟ المقدار ده هو يا جماعه x تربيع زائد 4x ناقص له 4 يبقى زائد 4 ويبقى مربع كامل. يعني ايه مربع كامل؟ مربع كامل معناها ان انا اقدر احطه في صوره قوس كده الكل تربيع، x زائد 2 الكل تربيع. ليه؟ لان x زائد 2 لو اتضربت في x زائد 2 هتديني x تربيع زائد 4x زائد 4. ده اسمه مقدار ثلاثي مربع كامل. طيب هو ناقص له 4، فانا بديله الاربعه اللي هم ناقصين له وبماينس الاربعه تاني، يبقى انا كده كاني ما عملتش حاجه. المكتوب باللون الموف ده اهو، اربعه اهو بلس واربعه اهو ماينس، كاني ما عملتش حاجه. وبالتالي انا حولته للقيمه اكس تربيع بلس 2 الكل اكس، انا اسف، اكس بلس 2 الكل تربيع ماينس 6 اقل من 0 او يساوي 0. طيب خلي بالك x زائد 2 دي تقدر تبدلها بمتغير اسمه y، يعني سي ان y هي بتساوي x زائد 2. طيب طب لما بدلها كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي y تربيع ناقص 6 اقل من او يساوي 0. حلو، ده ايه؟ ده اسمه او بنسميه مقدار فرق بين مربعين. ولما بنيجي نحلله بنحلله القوس قوسين اتنين شكل بعض كده، ماشي؟ ليه فرق بين مربعين؟ الاول مربع والتاني ده هو مش مربع، بس انا هعتبره مربع. اعتبره مربع ازاي؟ الستة المربع بتاعها ايه؟ او يعني تضرب كام في كام يدي لك ستة؟ مفيش غير جذر ستة، صح كده؟ يبقى ده واي ناقص جذر ستة، ادي القوس الاول مضروب في القوس الثاني اللي هو y ناقص y زائد جذر 6. حلو كده؟ جت منين؟ جت من تحليل فرق بين مربعين. طيب وبالتالي تعالى بقى هي دي المقصوده بالخطوه دي، انا بس حطيت y للتسهيل. فمحصله الكلام ده ان x زائد 2 اللي هي y اللي انا افترضت ان هي y، افترضت دي فرضيه تمام، ناقص جذر 6 مضروبه في مين؟ في اكس زائد 2 زائد جذر 6. طيب المقدار ده عشان يبقى صفر امتى يبقى صفر؟ يا اما القوس الاولاني بصفر يا اما القوس الثاني بصفر. طب القوس الاولاني بصفر امتى؟ خد القوس الاولاني وساويه بالصفر. ده ما بيبقاش صفر الا لما اكس تساوي سالب 2 زائد جذر 6، هتنقل جنب الاكس ده كله الناحيه الثانيه من المتباينه. انت معايا؟ تمام؟ ومنها يبقى سالب 2 ناقص جذر 6 تمام، ده الصفر الاولاني. جميل. طيب وبالتالي ده جزء من الحل. ليه جزء من الحل؟ لان في ايكواليتي الاصفار معانا في الحل، ماشي؟ يبقى السوليوشن ست جبناها ازاي؟ السوليوشن ست هي اكتب الجذر الاولاني او الصفر الاولاني سالب 2 زائد جذر 6، والصفر الثاني سالب 2 ناقص جذر 6، سالب 2 زائد جذر 6، انا اسف، سالب 2 زائد جذر 6 تيجي الناحيه دي، الاقل منها سالب 2 ناقص جذر 6، وبالتالي تبقى الانترفال بتاعتك اهي، ماشي؟ الانترفال اهي. وطبعا
سالب 2 ناقص جذر 6 وسالب 2 زائد جذر 6 معانا في الانترفال. طيب الحاجه اللي بعدها، خلي بالك بقى عشان دخلنا في انيكواليتي شكل تاني. تخيل لو الانيكواليتي جات لك في صوره بسط ومقام، يعني ايه على بي اقل من صفر مثلا او اقل من كذا، هنحلها ازاي؟ ركز بقى معايا عشان الخطوه دي مهمه جدا. لو الانيكواليتي جات لك في صوره ايه على بي اكبر من الصفر او اقل من الصفر، او اي كسر بالمنظر ده اكبر او اقل من الصفر، لازم يبقى صفر. الطرف الثاني ده لازم يبقى صفر. ليه؟ اقول لك انا ليه. اول حاجه عشان تحلها، يبقى لازم اخلص من البسط والمقام ده، لازم اخليه كل حاجه على الارض. طب تخلي كل حاجه على الارض ازاي؟ مفيش قدامي غير ان اضرب الطرفين في المقام، فعشان تضرب والدنيا ما تتلخبطش منك يبقى لازم الطرف ده يبقى صفر. ادي اول حاجه. طيب لو ضربت في المقام هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بس؟ اقل من صفر. طيب الضرب في المقام بس مش مفيد. اشمعنى؟ لانك انت مش ضامن ان المقام يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا مش ضامن لانه فاريبل. طب اعمل ايه؟ اضرب في مربع المقام، لان المربع لما تربع المقام، يعني لما اضرب في بي تربيع انا ضامن ان بي تربيع بوزيتيف، وبالتالي ضامن ان اشاره الانيكواليتي ما تتغيرش. حلو كده؟ وبالتالي لما اضرب هنا في بي تربيع ايه اللي يحصل؟ يبقى بي منهم هتطير ويتفضل ايه مضروبه ببي. اذا اي بسط ومقام يجي لك في صوره متباينه هحوله، هضرب المتباينه كلها في المقام تربيع. تمام؟ ولما اضرب المتباينه كلها في المقام تربيع هحصل على ان امتى الاصفار بتاعت المتباينه دي او مجموعه الحل؟ لما البسط في المقام يبقى اكبر من صفر. طيب توضيح الكلام بتاعي مره ثانيه على اكزامبل. تعال نحل كده. 2 اكس زائد 2 على اكس ناقص 1 اقل من 1. خلي بالك اقل من مين؟ من 1. وقال لك ايه؟ قال لك اكس لا يساوي الواحد. ده معناها ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الاكس يعني الصفر بتاع المقام، او الحاجه اللي هتخلي المقام صفر، الداله مش معرفه عندها، عشان بس ايه تعمل حسابك وانت بتحل. طيب عشان احل دي يا جماعه، اول حاجه هعملها اضمن ان الطرف الثاني ده بيساوي صفر ومش بيساوي واحد، فاعمل ايه؟ هطرح الواحد من الكلام ده كله. يعني هطرح واحد من الكلام ده كله، هنقل الواحد باشاره مخالفه للناحيه الثانيه. يبقى المتباينه دي هترسى على اكس زائد 2 على 1 ناقص اكس ناقص 1 اقل من الصفر. طيب حلو جدا. طيب بص معايا بقى، اذا انا وصلت بالشكل ده لكده. ما ينفعش تخلي جزء فوق وتحت وجزء على الارض، لازم تخلي الكل فوق وتحت، يعني لازم ترفع الكسر ده. طيب اكس اكس زائد 2 على 1 ناقص اكس، ده الجزء الاولاني من الكسر ماشي، ناقص 1. طب ما انا عشان اعرف اطرح يبقى لازم اوحد المقامات. ما الواحد ده هو 1 ناقص اكس على 1 ناقص اكس، صح ولا غلط؟ مش كده ولا ايه؟ كل ده اقل من مين؟ اقل من زيرو. جميل، انا كده وحدت المقامات. اطرح بقى الكسرين، خد واحد منهم، خد مقام منهم ويتفضل لك اكس زائد 2 ناقص ده ناقص 1. طبعا ده زائد عشان مش باينه. تمام؟ ناقص 1 زائد اكس. حلو قوي. يعني ايه؟ هتبقى كامل محصله. عندك 2 اهو، اكس واكس فال 2 اكس، و2 شيل منها 1 اتفضل 1، هتبقى المحصله اهي. حلو كده؟ على مين؟ على 1 ناقص اكس. يبقى عرفنا دي جت ازاي؟ حلو. طالما انت وصلتها لصوره بسط ومقام بالمنظر ده يبقى انا خلاص قدرت اتصرف فيها، او كده بقت في صوره ايه على بي. طيب ايه على بي اقل من صفر او اكبر من صفر؟ امتى؟ اذا كان اي بي اكبر من صفر.
مش دي القاعده؟ اه يعني اضرب البسط في المقام. وقلنا ايه بي جت منين؟ جت من ان انا ضربت الطرفين في بي تربيع. اشمعنى بي تربيع؟ عشان اضمن ان الرقم اللي انا ضربت فيه موجب، وفي نفس الوقت لازم يبقى الرقم ده هو المقام. ماشي؟ طيب المحصله هتبقى ايه؟ لما اضرب في بي تربيع هيبقى اديني هنا اي بي اكبر من مين؟ من الصفر، لان بي تربيع في الصفر تديني صفر. وبالتالي يبقى المتباينه ده مكافاه لايه؟ مكافاه للمتباينه ده 2 اكس زائد 1. تمام؟ ادي البسط مضروب في المقام اللي هو 1 ناقص اكس. ماشي؟ اهو في المقام اهو اللي هو 1 ناقص اكس. كل ده ماله؟ كل ده اقل من صفر. طيب يا سيدي، طب ما انت الاصفار عندك اهي. مين الاصفار؟ الاصفار تعالى المقدار الاولاني ده الصفر بتاعه ان اكس تساوي 1، والمقدار الثاني ده طبعا الاصفار معناها ان 1 ناقص اكس تساوي صفر. خد حلها يبقى معناها ان اكس تساوي 1. طب ودي الصفر بتاعها سالب نص. سالب نص ليه؟ نقلنا الواحد في الطرف الثاني بالسالب وقسمنا على الاثنين هيتفضل لي اكس بيساوي سالب نص. اذا الاصفار بتاعتك اهي. حط لي بقى الاصفار على الخط المستقيم. الاصفار لما تتحط على الخط المستقيم اللي هو خط الاعداد، ادي ناقص نص وادي واحد. حلو. قسم لي خط الاعداد لجزئين، لثلاث اجزاء يا رب. ادي جزء اللي هو اي حاجه اقل من سالب نص، وادي جزء اي حاجه اكبر من الواحد، وادي جزء. طبعا انت محتاج الجزء اللي يخلي لك الانيكواليتي دهيت اقل من واحد. تمام؟ هتمسك اي رقم قبل السالب نص وتجرب بيه، واي رقم في الوسط وتجرب بيه، واي رقم الناحيه دي وتجرب بيه. هتلاقي الارقام ده هي اللي بتحقق، الرقم اللي هنا بيحقق، الارقام اللي هنا بتحقق، والرقم اللي هنا ما بيحققش. يبقى السوليوشن ست دهيت في المنظر ده كده. ماشي؟ اللي هي من سالب نص لغايه سالب انفينيتي وانت ماشي كده على طول، ومن واحد لغايه انفينيتي وانت رايح كده على طول. خلاص؟ طيب الخطوه اللي بعدها، افترض انه جابها لي حاجه مكلكعه بالمنظر ده كده وفيها اسس كبيره بالمنظر ده. خلاص انت عرفت القاعده. القاعده انك انت بتستبدل دي بضرب البسط في المقام. صح كده ولا لا؟ اضرب البسط في المقام، ادي البسط اهو اكس زائد 4 لكل اس 6 في اكس ناقص 1 في المقام اللي هو اكس ناقص 5 لكل تربيع. طبعا والمقدار ده احنا خدنا شكله قبل كده، خدنا شكله. اللي يهمني الاصفار، سيبك من الاسس. الصفر بتاع الاولاني ده بتاع القوس الاولاني هو سالب 4، الصفر بتاع القوس الثاني ده هو 1، الصفر بتاع ده هو 5. جميل جدا. حط لي بقى سالب 4 و1 و5. خط الاعداد انقسم كام سكشن؟ قسم 4 سكاشن. هتدور هتجرب باي رقم هنا او اي رقم هنا واي رقم هنا واي رقم هنا. طبعا انت تقدر تعمل الكلام ده لوحدك وتشوف مين الارقام اللي بتخلي المتباينه دي سالبه. يعني فور اكزامبل لو انا خدت وجربت، خدت رقم، خدت سي مثلا سالب 5، عوض بيها لقيت الناحيه دي كلها سوالب، خلاص يبقى الجزء ده معايا في مجموعه الحل. طب انا لقيت ده كمان سالب يبقى معايا في مجموعه الحل. طب انا لقيت ده موجب يبقى مش معايا في مجموعه الحل. ليه؟ لان انت عايز الحاجات السالبه الاقل من الصفر. طيب الموضوع المهم برضو الانيكواليتي لما بتخش مع الابسولوت فاليو، يعني لما الابسولوت فاليو بتتحشر في الانيكواليتي. ركز معايا عشان في حالتين لازم تاخد بالك منهم، حالتين مهمين جدا، ولو عرفتهم بيحلوا لك الانيكواليتي بكل سهوله. اول حاجه لازم تعرفها ان لما مقياس اكس اقل من سيجما، اقل من، ركز في كلمه اقل من، لان انا عندي يا اما اقل من يا اما اكبر من. ماشي؟ ده معناها ايه؟ معناها ان لازم اكس تعيش في المنطقه المحصوره من سالب سيجما لغايه موجب سيجما. الله، ليه انت بتقول لي مقياس اكس؟ ما هو مقياس اكس معناها ان اكس تبقى موجب، وبالتالي اكس محصوره من صفر لسيجما، او اكس تبقى سالب، يعني الاكس محصوره من سالب صفر لسيجما. صح ولا لا؟ وده المعنى بتاعها. اذا عشان تخلص من القيمه المطلقه، اول ما يقابلك مقياس اقل من حاجه قوم مستبدل. طالما اقل من قوم مستبدل المقياس ده، تبقى اكس محصوره ما بين الحاجه والسالب بتاعها. طبعا الحاجه دي هي مين؟ هي السيجما. ماشي؟
طيب وبالتالي بقى بالقياس، لو انا قلت لك مقياس اكس ناقص سي حلو كده اقل من سيجما، يبقى ببساطه شديده جدا تقدر تعملها، هيبقى سي ناقص سيجما اقل من اكس اقل من سي بلس سيجما. ركز على الحاله ده اهي، سيبك من الحاله اللي فيها سي، لان الحاله اللي فيها سي الحل الوحيد بتاعها انك تقول اكس ناقص سي، هتعتبرها انها كتله واحده. اكس ناقص سي مالها؟ محصورة ما بين السالب سيجما والسيجما، وبعدين نتخلص من السي براحتها. خلاص كده؟ يبقى احفظ لي الحتة ده اهي، الكيس دي هي اللي تتحفظ او هي اللي تركز عليها، وبقية الكيسز هتيجي منها. طب اديني اكزامبل، اديني اكزامبل. اكزامبل اهو بسيط خالص اهو، اكس زائد 2 اقل من 3. اكس زائد 2 يا شباب اقل من 3، اكس زائد 2 جوه المقياس اقل من 3، عشان تحلها يبقى لازم تتخلص من علامة المقياس. طب علامة المقياس تتخلص منها ازاي؟ احنا خدنا القاعدة، لما واي تبقى محصورة في المقياس اقل من ابسلون، ده معناها ان واي نفسها عايشة ما بين سالب ابسلون وابسلون، وبالتالي ده معناها ان اكس زائد 2 نفسها عايشة ما بين سالب 3 و 3. تمام؟ جبتها منين التلاتة؟ اهو الرايت هاند سايد. ماشي؟ تعالى بقى خلاص كده المتباينه بقى شكلها حلو ونقدر نتعامل معاها. طيب اخلص من الاثنين دي ازاي؟ اطرح اثنين من كل الاطراف، اثنين ثلاثة شيل منها اثنين اتفضل واحد. طيب وهنا بقى اكس، وهنا سالب ثلاثة شيل منها اثنين تبقى سالب خمسة، يبقى اكس محصور ما بين كام وكام؟ سالب خمسة وواحد، وتبقى هي دي مجموعة الحل اللي هو انت عندك اهو، سالب خمسة لواحد كل دي مجموعة الحل. طيب هل السالب خمسة والواحد معانا؟ لا مش معانا، لان دي ما فيهاش ايكويشن، ما فيهاش ايكواليتي. لو كان فيها ايكواليتي كنا نقدر نقول معانا، عشان كده مجموعة الحل هي الفترة المفتوحة الاوبن انترفال من سالب خمسة لواحد. ماشي؟ طيب الحاجة اللي بعد كده اهي مثال تاني عشان اللي ما فهمش المثال الاولاني، اما اقول لك 3x ناقص 4 جوه المقياس اقل من 2، كل اللي انت هتعمله اشيل المقياس واقول 3x، اذا كان 3x ناقص 4 جوه المقياس اقل من 2 ده معناه ان 3x ناقص 4 اقل من 2 واكبر من سالب 2 في نفس الوقت. حلو كده؟ وابدا بقى اتخلص من اللي حوالين x. هنتخلص من الاربعة دي ازاي؟ هنجمع 4، يبقى 4 و2 هنا 6 في الترفيضة، وهنا 3x، والطرف الثاني ده هنجمع برضو 4، 4 وسالب 2 يتفضل 2. حلو كده؟ وده معناه ان اكس ده هي عشان اخلص من اللي اجيبها لوحدها هتبقى اكس اكبر من 2 على 3 واقل من 6 على 3 اللي هي 2 يعني. حلو كده؟ 6 على 3 فيها ال 2. ماشي؟ وتبقى مجموعه الحل بتاعتنا ان اكس محصوره ما بين 2 على 3 و 2. ماشي يا شباب؟ يعني اكس بتعيش في الاوبن انترفال من ثلثين لغايه 2، وطبعا مفتوحه لان مفيش ايكويشن هنا، مفيش ايكويشن في المكان ده. تمام؟ طيب المثال اللي بعد كده، الحاله الثانيه في الانيكواليتي. انا قلت الحاله الاولى لما يجي لك انا اسف ابسولوت فاليو اقل من رقم سيجما دلتا ابسلون، في الحاله دي بتعتبر ان اكس عايشه ما بين مين ومين؟ ما بين موجب الرقم وسالب الرقم. ماشي؟ احنا بنعتبر كده. طيب تخيل بقى لو الانيكواليتي جات لك بالعكس، يعني هنا الانيكواليتي جايه بالعكس، معنى ان المقياس بقول لك مقياس ايه بس مش اقل من سيجما، لا ده اكبر من، خلينا ابسلون بقى المره دي ابسلون. ده معناه ايه يا شباب؟ ده معناه ان لو خط الاعداد كده، ادي ابسلون اهي موجبه وادي ابسلون سالبه، تبقى اكس بره، لا هي مش محصوره، ده هي بره السالب والموجب، تبقى اكس عايشه في المنطقتين دول. حلو كده؟ طب اعملها ازاي يعني؟ تعملها ازاي؟ ببساطه شديده هتستبدل الانيكواليتي هي باتنين انيكواليتي. يعني خلينا نقول على المثال على طول، المثال اهو مقياس 2x زائد 3 اكبر من 5، اما اول ما افكر فيها يبقى لازم اول حاجه تخلص من المقياس. طيب تخلص من المقياس كده، عشان تتخلص من المقياس هتتخلص منه ازاي؟
هبص على العلامة دي أكبر ولا أصغر؟ لو كانت أصغر يبقى امسك اكتب المقدار من غير المقياس محصور ما بين 5 وسالب 5. حلو كده؟ لا طب ده هي أكبر من، أكبر من ده معناه إن هي أكبر من الخمسة، أنت معايا؟ وأقل في من السالب 5 في نفس الوقت بس من غير المقياس، يعني هستبدل ده باتنين معادلتين متباينتين، 2x زائد 3 أكبر من 5 اللي هي المتباينة نفسها، تمام؟ بس من غير المقياس، و2x زائد 3 ايوه خلي بالك بقى اقل من سالب 5. شفت بقى الضريبه بتاعت شيل المقياس؟ ها شلنا المقياس وحطينا المقدار نفسه من غير مقياس نفس المتباينه، والمقدار نفسه اقل من سالب الرايت هاند سايد او سالب الخمسه، وحل الاثنين مع بعض. طبعا لما تحل دي هتدي لك اكس اكبر من حاجه، ولما تحل دي هتدي لك اكس اقل من حاجه، تجمع الاثنين مع بعض يبقى انت كده جبت قيمه الحل. تمام كده؟ يبقى يا اما كذا اللي احنا جبناها يا اما كذا. طب من كذا تبقى اكس اكبر من كام؟ من 5 ناقص 3 على 2. وكذا اكس اقل من سالب 5 ناقص 3 على 2. وبالتالي لو انت جيت، لو انت جيت مثلت على خط الاعداد الحل بتاعها، تمام؟ هتلاقي كده، بص كده 5 ناقص 3 على 2، طبعا دي اقدر اقولها ازاي؟ اقدر اقول ان 2 اكس اكبر من 2، تمام؟ ما هو 5 ناقص 3 فال 2، 2 اكس اكبر من 2، تمام؟ ده معناها ان اكس اكبر من الواحد، وده الطرف الاول، و2 اكس اقل من سالب 8، جبت منين سالب 8؟ ما هو سالب 5 سالب 3، وده معناها ان اكس اقل من سالب 4، يبقى اذا اكس اكبر من الواحد واكس اقل من السالب 4 الاثنين مع بعض تبقى اكس عايشه هنا وهنا، يبقى اتحاد الفترتين دول من سالب انفينيتي لسالب 4، من سالب 4 من سالب انفينيتي لسالب 4 اتحاد من 1 لانفينيتي، يبقى دي مجموعه الحل بتاعه المتباينة دي. طيب لازلت بتكلم في الانيكواليتي اند ابسولوت فاليو، لازلت بتكلم في الانيكواليتي اند ابسولوت فاليو. الحالات كلها هي يا جماعه متلخصه، اما اقول لك اكس بيساوي الابسولوت فاليو اكس بيساوي ايه، ما ده معناها ان اكس بيساوي زائد او ناقص ايه. لما اقول لك الابسولوت فاليو اكس اقل من ايه، ده معناها ان اكس محصور ما بين سالب ايه وايه. دي ملخص السلايد، دي ملخص. لما اقول لك الابسولوت فاليو بتاعت اكس اكبر من ايه، ده معناها ان اكس اكبر من ايه وسالب اكس اقل، واكس اقل من سالب ايه. ماشي، ده ملخص اللي احنا قلناه كله. طيب هنتنقل لنقطه ثانيه اللي هي خاصه بالهندسه التحليليه او الجيومتري، الاناليتيكال جيومتري والكوردينيت بلين. طبعا احنا عارفين كل ده مراجعه يا شباب. طبعا الكوردينيت بلين بيقسم لي الاحداثي لاربعه كويدرانت، تمام؟ الكويدرانت الاول معناها اكس موجبه وواي موجبه، الكويدرانت الثاني معناها ان اكس هي اللي بتبقى بالسالب، الكويدرانت الثالث اكس وواي الاثنين بالسالب، الكويدرانت الرابع واي اللي بالسالب واكس اللي بالموجب. وعارفين كمان ان اي نقطه لما باجي ارسمها على الاحداثي بتترسم عن طريق الاحداثي اكس بتاعها بشوف انا مشيت عليه كام، والاحداثي واي بشوف انا مشيت عليه كام. وبالتالي النقطه 2 وسالب 2، 2 ده سالب 2 دي بتاعت الاكس، يبقى امشي سالب 2 الاول على الاكس وبعدين اطلع 2 على الواي، يبقى النقطه مكانها كذا وهكذا. ده بنسميه الاحداثي الهندسي. طيب تعال بقى نشوف نرسم، تعال نرسم الخطوط اللي قدامنا دي او الريجونز اللي قدامنا دي. سي ان انا قلت لك ارسم لي اكس واي ساتش ذات اكس اكبر من صفر. طالما بقول لك ساتش ذات اكس اكبر من صفر، يبقى هتطلع لي لو انت بصيت على خط الاعداد كده هتطلع لي كل الحتت دي. ايوه بس ده مش خط اعداد، ده احداثي. يبقى كل النقط اللي الاكس بتاعها اكبر من صفر هو كل ده، ظلل لي كل ده، جزء المظلل ده كله الاكس بتاعته اكبر من الصفر، والواي بتاعته اي دونت كير الواي بتاعته، انا ماليش دعوه بالواي، المهم ان اكس اكبر من الصفر.
طيب لما اقول لك ارسم لي واي بيساوي واحد، واي بيساوي واحد النقطه فين؟ اهي. طيب النقطه دي هتبقى خط، طالما انا لان انا ما يهمنيش قيمه اكس، مهما كانت اكس فالواي بتفضل بواحد، يبقى هتديني خط. طب لما اقول لك ارسم لي الحاله الثالثه بقى، ارسم لي مقياس واي اقل من الواحد. ركز بقى عشان هنطبق اللي احنا خدناه. انا قلنا لما المقياس يجي بعد منه اقل، ده معناها ان من غير المقياس انا اقل من الواحد واكبر من السالب واحد، صح كده؟ من غير المقياس. طيب ما هي واي بيساوي واحد فين؟ اهي فوق اهي. واي بيساوي سالب واحد فين؟ تحت اهي. جميل. يبقى انا عشان ابقى محصور بينهم يبقى لازم اشد خط كده عند واي بيساوي واحد، واشد خط كده عند واي بيساوي واحد، واعمله داش داش دي كده، يعني نقط منقط، عشان ده معناه ان الواحد ده مش معانا والسالب واحد ده مش معانا، والمنطقه الوسطى دي المظلله اللي في الوسط دي تبقى هي دي المنطقه اللي انا عاوزها، او هي دي الرسمه بتاعتنا. طيب النقطه اللي بعد كده الديستانس، الديستانس والميد بوينت. كلمه ديستانس معناها المسافه ما بين نقطتين في الفراغ او على المستوى. اجيب الديستانس ازاي يا شباب؟ من فيثاغورس، من نظريه فيثاغورس. سي ان انا عندي نقطه واحد، نقطه بي واحد اللي هي الاحتسي بتاعها اكس واحد اكس اتنين اللي هي النقطه دي كده، وعندي النقطه بي اتنين الاحتسي بتاعها اكس اتنين واي اتنين كده. جميل. طيب انا عايز اجيب المسافه ما بين النقطه الاولى والنقطه، طبعا المسافه هي الوتر ده هو بتاع المثلث، ماشي؟ طب ما هو الوتر ده اقدر اجيبه من فيثاغورس لو اعتبرت ان المثلث ده قائم الزاويه. اول حاجه الضلع ده، سين الضلع ده A، والضلع ده هو B، والضلع ده هو C. فيثاغورس بيقول لك C تربيع بيساوي A تربيع بلس B تربيع. فيثاغورس بيقول كده. حلو قوي. طيب انا عايز السي اللي هي الاكليديان ديستنس. اذا انت عايز تجيب الضلع ده وعايز تجيب الضلع ده وتربع وتجمع وتجيب الجذر في الاخر، عشان انا مش عايزه تربيع. طيب ما هو ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاكس ده اهي، اكس الكبيره ناقص اكس الصغيره. وطبعا انا باخد المقياس ليه؟ باخد المقياس عشان انا ما يهمنيش هي سالب ولا موجب، ماشي؟ ودي دي برضو واي الكبيره اللي هي واي 2 ناقص واي الصغيره، واي 2 اهي ناقص واي الصغيره تديني دي. عشان كده المسافه ما بين اي نقطتين في الفراغ بتطرح الاحداثي اكس وتربعه، اكس من اكس، اكس بتاع النقطه وتربعها، وبتطرح الاحداثي الثاني الواي بتاع النقطه وتربع الاحداثيين وتجمع وتاخد الجذر التربيعي. طب افترض ان النقطه في فراغ ثلاثي، هيبقى في عندك محور زد، وفي الحاله دي يبقى زد اخر يطرح من بعضه ويتربع ويتجمع على المقدار ويتجاب له الجذر، ماشي؟ يبقى الاكليديان ديستانس هي فرق الاكسات تربيع زائد فرق الوايات تربيع تحت الجذر، ماشي؟ اوكي. طيب الميد بوينت بقى، الميد بوينت معناها النقطه اللي بتنصف الخط المارر ما بين نقطتين. طيب انا النقطه دي اجيبها ازاي؟ ببساطه شديده، شوف الاكس دي، الاكس 0 دي والاكس 1 دي، المتوسط ما بينهم تتحسب ازاي؟ النقطه المتوسطه ما بينهم هي اكس واكس 0 زائد اكس 1 على 2، ده المتوسط، ماشي؟ طيب والمتوسط بتاع واي يجي ازاي؟ هي واي 0 زائد واي 1 على 2 زي الفل. واي 0 زائد واي 1 على 2 يبقى ده اول مقدار وده ثاني مقدار. حلو الكلام، كويس جدا. اذا ده بسميه الميد بوينت. يبقى الميد بوينت اللي هي النقطه الوسطى بجيب متوسط الاكسات ما بين النقطتين ومتوسط الوايات ما بين النقطتين، يبقى ده الميد بوينت. ركز عشان ممكن بتتسال في اسئله بالشكل ده، خلاص كده؟ طيب اللاينز بقى، اللاينز ده موضوع مهم جدا في الهندسه التحليليه. اللاين معناه البسيط خالص انه خط مستقيم مارر ما بين نقطتين او بيمر بنقطتين، ماشي؟ طيب اللاين يا جماعه انا بعرفه او يعني بحفظه من قيمه السلوب بتاعه، والسلوب معناه الميل، والميل هو تاني السيتا اللي الخط ده بيميل بيها على الاحداثي او على الافقي، ماشي؟ يبقى لو هو ده سيتا
زاوية الميل، يبقى التان بتاعها، تان الزاوية الظل بتاعها يعني تان ثيتا، هو ده مين؟ ده بسميه السلوب. ماشي؟ طيب، طيب السلوب ده يجي ازاي؟ ببساطة شديدة، تعال نفترض ان انا عندي خط اهو مر ما بين نقطة B1 ونقطة B2. السلوب ده يجي ازاي؟ السلوب ببساطة شديدة هو ظل الزاوية ده، طب ما ظل الزاوية المقابل على المجاور، صح كده؟ المقابل على المجاور يديني ظل الزاوية، طب ما هو المقابل فرق الوايات، يعني واي 2 ناقص واي 1، والمجاور فرق الاكسات، اكس 2 ناقص اكس 1. إذا التاني السيتا أو السلوب بتاع أي لاين هو فرق الصادات على فرق السينات. حلو كده؟ جميل جدا. واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، وبيقولوا عليه بيسموه دلتا واي على دلتا اكس. ماشي؟ طيب ده لأي سلوب بتاع أي فيرتيكال لاين. طيب، طيب والسيتا؟ السيتا اللي هي الزاوية ده اهي، السيتا الزاوية ده اهي هي عبارة عن زاوية وبتتقاس، وأنت بتقيسها بتحرك المنقلة كونتر كلوك وايز. كونتر كلوك وايز يعني عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني بتقيس بتفتح المنقلة للناحية ده كده، كده تبقى الزاوية معاك موجبة. طب لو نزلت كده تبقى الزاوية بتاعتك سالبة. ماشي؟ الإيكويشن بتاعت اللاين يا شباب، من العلاقة ده هي أقدر أحط الإيكويشن بتاعت اللاين. مش أنت قلت الميل أو السلوب إم بيساوي فرق الواي، واي 2 أهو ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، مش انت قلت كده؟ جميل. طيب ما هي المعادله ده هي اقدر افكها، افكها ازاي؟ يبقى المعادله اللي هي واي ناقص اهي، المعادله ده هي المفكوك بتاعها جايه من الميل، من ده معادله الميل، بس انا غيرت حاجه واحده بس، اللي هي خليت هنا واي، واي ده المتغير الجنرال بتاع الايكويشن، وخليت هنا اكس المتغير الجنرال بتاع الايكويشن. ده معناها ايه؟ ده معناها ان انا الميل، معادله الخط المستقيم بدلاله الميل، معلوميه الميل ونقطه يمر بها. يعني الخط لو بيمر بالنقطه اكس 1 واي 1 والميل بتاعه ام، تبقى المعادله بتاعته واي ناقص واي النقطه بيساوي الميل مضروب في اكس المعادله ناقص اكس النقطه. خلاص كده يا شباب؟ على طول طالما معاك نقطة ومعاك ميل أقدر أعبر عن مين؟ عن معادلة الخط المستقيم. ماشي؟ طيب في حاجة اسمها الانترسبت في اللاين. يعني إيه انترسبت؟ انترسبت الكمية المقطوعة من المحور. وبالتالي لو أنت بتتكلم على الكمية المقطوعة من المحور إكس تبقى اسمها انترسبت إكس. طب لو بتتكلم على الكمية المقطوعة من محور واي تبقى اسمها انترسبت واي. فعلى سبيل المثال الانترسبت بتاعت اللاين ده هو ايه؟ اشمعنى؟ لان الخط قاطع الاكس في A وزيرو، ده اسمها انترسبت اكس. طب والانترسبت بتاع الخط ده الانترسبت واي هي بي، ليه؟ لانه قاطع في النقطه صفر وبي. طيب اللاين ايكويشن لها كذا صوره يا جماعه. لو اللاين فيرتيكال، فيرتيكال معناها خط راسي كده عمودي، تمام؟ ده يبقى معادلته اكس بيساوي A وواي مش موجودة. ليه؟ لأن عمره ما هيتقاطع مع المحور واي إلا إذا تطابق عليه عند اكس بيساوي صفر، واكس بيساوي صفر دي معادلة المحور واي، المحور واي معادلته اكس بيساوي صفر. يا إما يبقى هيريزونتال لاين، هيريزونتال معناها خط أفقي نايم على الأرض كده، تمام؟ ودي معادلته واي بتساوي حاجة لانه ما فيهش اكس، لان عمره ما هيتقاطع عند اكس. امتى هينطبق على اكس؟ عند واي بيساوي صفر، ودي معادله الاكس اكسس. ماشي؟ يبقى دي محور اكس معادلته واي بيساوي صفر، محور واي معادلته اكس بيساوي صفر. طيب يا اما يجي في البوينت سلوب فورم اللي احنا لسه شارحينها، اللي هي واي ناقص النقطه ناقص الاحداثي واي بيساوي الميل في اكس ناقص الاحداثي اكس. يبقى ده بدلاله الميل ونقطه بيمر بها الخط. طيب طب لو او السلوب انترسبت فورم، السلوب انترسبت فورم بمعنى ان انا اجيب واي لوحدها في طرف والميل ويتفضل لي السلوب الانترسبت. ايه الانترسبت ده بقى؟ ده الانترسبت الكميه المقطوعه من محور واي. اشمعنى ايه اللي عرفك؟ لان لو عوضت بالميل او عوضت باكس بصفر
اتفضل لك ان واي بيساوي بي، فده اسمه الانترسبت فورم. طيب انت كده جبت الانترسبت بتاع واي، طب لو حابب اجيب الانترسبت بتاع اكس، خلي الاكس هي اللي في طرف، اكس بتساوي حاجه في واي زائد حاجه، يبقى الحد المطلق في الحاله دي هو الانترسبت اكس. طب لو معايا الاثنين انترسبت، يعني سي ان انا معايا الانترسبت بتاع اكس اي والانترسبت بتاع واي هو بي، هل اقدر اعبر عن المعادله ببساطه شديده؟ اكس على الانترسبت بتاعها زائد واي على الانترسبت بتاعها، الناتج بتاعهم بيساوي واحد، ودي معادله الخط المستقيم بدلاله الانترسبت. طيب الصيغه العامه بقى لمعادله الخط المستقيم هي انك تفك بقى، تفك كل دول وتخلي اكس وواي في طرف واحد والصفر في الطرف الثاني، ودي بيسموها الجنرال فورم، وساعتها المعادله بتاخد a مضروبه في اكس، ده معامل مضروب في اكس، زائد b مضروبه في واي، تمام، زائد c الحد المطلق الخالي من اكس وواي بيساوي صفر، ودي بيسموها المعادله العامه للخط المستقيم. طب وبنجيبها ازاي؟ بنجيبها لما بنفك، ماشي، يعني هتفك دي او تفك دي، تفك اي صوره من دول تبسطها تخليها كده، يبقى انت كده في المعادله العامه. طيب هل اللاينز، اللاينز يا جماعه ممكن تبقى بارلل او تبقى بيربنديكولار. يعني ايه بارلل؟ بارلل يعني متوازيه، كلمه لما اول ما اقول لك خطين متوازيين اذا الميل بتاعهم واحد، ماشي. طب اقول لك بيربنديكولار معناها ان ميل الاولاني لو انضرب في ميل الثاني يبقى الناتج سالب واحد، خلاص كده. يبقى بارلل معناها الميل واحد، بيربنديكولار معناها الميل لما ينضرب في بعضه يبقى الناتج سالب واحد، ماشي. طيب ودي طبعا بتناقش الانجل او الزاويه ما بين الاثنين لاينز، لان البربنديكولار البارلل معناها ان الزاويه ما فيش زاويه اصلا، ما فيش تقاطع، فالزاويه تعتبر بصفر او ما فيش زاويه اصلا، لكن البربنديكولار معناها ان الزاويه ب 90 درجه. والرسمه ده هي بتلخص لك الخطوط ذات الميول المختلفه، يعني لما الميل بيساوي نص يبقى الخط كده، الميل بواحد كده، وطبعا الميل بواحد معناها زاويته 45. طيب الميل باثنين كده، الميل بخمسه وهكذا. طيب الاحمر ده الميل بتاعه موجب، الافقي ده الميل بتاعه صفر، الازرق الميل بتاعه سالب، ماشي، الازرق ده الميل بتاعه بالسالب. طيب الانجل بتوين تو لاينز، يعني لو انا عندي خطين اقدر احسب الانجل؟ كلمة الانجل معناها الزاوية، للناس اللي جاية من العربي، بالعربي يعني الانجل معناها الزاوية. الزاوية ما بين ال1 وال2 الخطين دول بتيجي من القانون ده اهو. القانون ده ايه؟ ايه بقى القانون ده؟ القانون ده متظبط بحيث ان لو الخطين متعامدين يطلع التان سيتا بتساوي، تبقى كمية غير معرفة. ليه؟ لأن لو الخطين متعامدين هيبقى ميل الخط الأولاني مضروب في ميل الخط الثاني يديني سالب واحد، سالب واحد واحد يبقى صفر في المقام، تبقى كمية غير معرفة. بص بقى نحفظه ازاي القانون ده؟ القانون ده سهل قوي. الميل بتاع الخط الأول شيل منه الميل بتاع الثاني على واحد زائد الميل بتاع الخط الأول مضروب في ميل الخط الثاني، خلاص كده؟ تبقى دي تاني السيتا ما بين الزاويتين. وطبعا السيتا او الالفا الزاويه اللي هي ما بين الخطين اقدر اجيبها بسهوله جدا لو انا عندي الخط ده عارف الزاويه اللي بيميل بها كام، والخط الثاني عارف الزاويه اللي بيميل بها كام، واطرح الزاويتين من بعض، يبقى انا كده جبت الزاويه اللي محصوره ما بينهم، ماشي. يبقى سواء بالقانون ده او بالقصه دي تبقى انت تقدر تجيب الزاويه ما بين نقطتين. طيب تعالى بقى ناخد بسرعه كده اكزامبلز على اللاين. بيقول لك find the slope and y intercept for each of the following، ومدي لك ثلاث معادلات اهمت لثلاث خطوط. طالما قال لك السلوب والواي انترسبت يبقى الافضل انك تحط الخط في صوره المعادله، y بيساوي الميل في x زائد الحد المطلق، لان الحد المطلق ده هو هيبقى الانترسبت، والميل ده هو اللي مضروب في x هيبقى الميل، ماشي. ده اسهل، يبقى انت كده جبت المطلوبين في خبطه واحده. طيب تعالى نمسك الخط الاولاني اللي هو 20x ناقص 24y ناقص 30 ايكوال 0. لو انت حبيت تجيب الواي في طرف لوحدها، الواي هتبقى في طرف لوحدها، يبقى هتنقل كل دول الناحيه الثانيه، هتحصل في النهايه على واي بيساوي 5 على 6x ناقص 5 على 4. في الحاله دي فين الميل بتاعك؟ الميل بتاعي هو 5 على 6. طب وفين الواي انترسبت؟ سالب 5 على 4. ولو جيت ارسم الخط ده هيترسم بالمنظر ده كده. طيب المعادله يبقى السلوب بتاعه اهو والانترسبت بتاعه،
طيب المعادله الثانيه اكس بيساوي 2 على 3، بما ان المعادله ظاهر فيها اكس بس ومش ظاهر الواي، اذا الخط ده فيرتيكال لاين او خط عمودي، خط راسي، تمام. والخط الراسي ده اعرفه ازاي او ارسمه ازاي؟ بتشوف الاكس بتساوي كام؟ 3 على 2، 3 على 2 هي يعني 1.5، وشد خط موازي للواي، تمام. وفي الحاله دي مفيش واي انترسبت واي، حلو كده، وما في لان اللاين ده فيرتيكال والسلوب بتاعه كمان انديفايند، ماشي، لان الميل بتاع الخط العمودي غير معرف. طيب هتكلم بقى في ايه؟ في المعادله الثالثه. بص في المعادله الثالثه لو جينا صفيناها هتطلع واي بيساوي سالب 5 على 4. سالب 5 على 4 ده معناها ايه؟ معادله خاليه من الاكس، اذا الخط ده خط افقي، تمام، وبالتالي ما بيتقاطعش مع محور اكس، تمام. ولو جيت رسمته بالمسطره وهتاخد سالب 5 على 4 اهو في الاتجاه السالب بتاع واي، هتقوم راسم الخط بتاعك. طيب ده معناها ايه؟ الميل بتاعه، الميل بتاعه صفر لانه خط افقي، والانترسبت بتاعه سالب 5 على 4. طيب اكزامبل بقى بسيط كده عشان ننهي بيه المحاضره، او المحاضره فاضل فيها 3 سلايدز بالظبط. اكزامبل بسيط بيقول لك رايت ذا ايكويشن، ان ايكويشن فور ذا لاين ذات از بيربنديكولار تو كذا، يعني الخط ده موازي للخط كذا، اند باسس ثرو البوينت كذا. معاك نقطه ومعاك خط، فاول حاجه علاقتك بالخط ده ايه؟ موازي له، موازي، يبقى انت تجيب الميل ده وتستعمله كنفس الميل بتاع الخط اللي انت عايز تجيبه. طب الميل ده اجيبه ازاي؟ تجيب الميل بانك تكتب الخط، جيب واي لوحدها في طرف، هات واي لوحدها في طرف كده، هتبقى المعادله ده هي ربع اكس زائد 2. طالما ربع اكس زائد 2 يبقى الميل بتاعك بربع، وهتستخدمه زي ما هو، لانه بيقول لك، هو بيقول لك ايه؟ بارلل ولا بيربنديكولار؟ لا بيربنديكولار، يبقى بيربنديكولار، يبقى لازم الربع ده يتضرب في كام عشان يدي لك سالب 1؟ يتضرب في سالب 4، يبقى الميل بتاعك كده سالب 4، حلو كده. يبقى انا جبت الميل، شوف المعلومه دي تديني الميل. طيب ومعاك النقطه، معاك الميل ومعاك النقطه، يبقى واي المعادله ناقص واي النقطه اللي هي ناقص ناقص 4 زائد 4 بتساوي الميل اللي هو سالب 4 في اكس المعادله ناقص اكس النقطه اللي هي 2، يبقى تديني ده اهي، دي معادلة الخط المستقيم بتاعي. طيب اكزامبل تاني بيقول لك شو ذات ان ال1 اللي هو 3x ناقص 4y زائد 8 بيساوي صفر، اند ال2 اللي هو 12x ناقص 5y ناقص 12 يساوي صفر، ار انترسكت اند فايند زير بوينت اوف انترسكشن اند ذا انجل بتوين ذيم. هو عايز يثبت انهم خطين متقاطعين. تثبت ازاي انهم خطين متقاطعين؟ ببساطة لو جبت الميل بتاع ده وجبت الميل بتاع ده ولقيت الميول مختلفة، يبقى الخطين متقاطعين. طيب إذا طالما هما متقاطعين أجيب نقطة التقاطع إزاي؟ ببساطة حل المعادلتين آنيا، لو حليت المعادلتين آنيا هيجيب لك الحل المشترك، والحل المشترك ده هو تقاطع الخطين مع بعض. طيب جبت السلوب بتاع الأولاني طلع كام؟ هات الواي لوحدها في طرف، هيجيب لك السلوب على طول. الواي كده لوحدها في طرف يبقى 3 على 4، أو بالمعادلة البسيطة اللي هي سالب معامل س على معامل ص، اللي هي 3 على سالب 4 تبقى بالسالب، تبقى 3 على 4 دي ميل الخط الاولاني، وميل الخط الثاني 12 على 5. اذا الميول مختلفه، يبقى اللاين ده بينترسكت اللاين ده في بوينت. تقدر تجيب البوينت، حل الايكويشنز بتاعت التو لاينز سيمتينيوسلي، بمعنى انك هتحلهم حلا متانيا مع بعض. لو حليت الاثنين دول حلا متانيا مع بعض هيدي لك ان اللاين ده حصل له انترسكشن في 8 على 3 و4 في النقطه اللي الاكس بتاعها 8 على 3 والواي بتاعها 4، ماشي. طيب اجيب الانجل ازاي؟ ببساطه تقدر تجيب الانجل بتاعت الاولاني، الانجل بتاعت الاولاني الميل بتاعه، تجيبها من الميل بتاعه، الميل 3 على 4 شيفت تان يدي لك الزاويه نفسها. طب والميل بتاع الخط الثاني 12 على 5 شيفت تان يدي لك الزاويه نفسها، اطرح الزاويتين من بعض يبقى انت كده جبت الزاويه ما بينهم، ماشي. طيب اخر سلايد وهقفل بيها ان شاء الله، دي الكونك سيكشنز او القطوع المخروطيه، دي بس للمعرفه، معرفه شكلها. القطوع المخروطيه هي عباره عن الاشكال اللي بتنتج عن ان انا اجيب عن يبقى عندي مخروط واعمل له قطع او اعمل قطع فيه. لو بص يا جماعه بالترتيب كده، لو المحور او السكينه اللي بتقطع بيها كانت كده افقيه بس كده، الناتج هيبقى دايره، عشان كده الدايره الاخرى
حاجه من الكونيك سيكشنز ماشي. طب لو القطاع اللي انت بتاخده مايل بالمنظر ده هيديني اليبس. اليبس دي معناها ايه الاليبس؟ معناها قطع ناقص ماشي. طيب لو قطعت من الحته دي كده قطع مايل بالمنظر ده كده، لو انت قطعت بالشكل ده كده هيدي لك بارابولا، والبارابولا ده اللي هي المعادله التربيعيه اللي هي عامله كده، او بيسموه قطع مكافئ. طيب لو اللي انت بتقطع بيه عملته بالمنظر ده كده، وقفته كده وخليته موازي للمحور او الاكسس اللي المخروط بيمر بيه، في الحاله دي هيدي لك حاجه بالمنظر ده كده، حاجه كده وحاجه كده ظهرهم لبعض، دي اسمها هايبربولا او قطع زائد. قطع زائد ليه؟ لان هما قطعين اهو، ففي قطع وفي قطع. طيب دول بنسميهم الكونيك سيكشنز المعروفه عندي، الدايره والبيضاويه، البيضاوي اللي هو الاليبس، والبارابولا والهايبربولا. طيب ايه العلاقات اللي بتتميزهم؟ الدايره يا جماعه هي المحل الهندسي بتاعها، ده هو عباره عن الخط اللي بيترسم بمسافه ثابته من المركز. يعني المركز ده هو ار، شد مسافه ثابته وارسم، هو ده المحل الهندسي بتاعها. كلمه محل هندسي جديده علينا شويه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طيب يا شباب عشان المغرب اذن انا هكتفي بهذا القدر في المحاضره دي، والكونيك سيكشنز بس لمجرد معرفه اسمائهم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.